وسط هذه الحديقة التي تعافت مؤخراً من آثار الحرب، تعلو أصوات الآلات الموسيقية ويتفاعل الجمهور ببهجة مع ما يقدم من عروض موسيقية. مهرجان التراث الموسيقي الذي انطلقت أعماله في مدينة الموصل ويستمر لمدة 3 أيام. طبعاً إحنا جايين هنا للموصل تنراوي العالم أنه الموصل بعدها بخير وبأمان، تنسمع أهل الموصل تراثهم حتى ترجع لهم الذكريات السعيدة، مو الذكريات اللي هي قبل 3 سنين أيام الحرب. دمج الموسيقى الشرقية مع الغربية هو ما ميز هذا الحدث عن غيره. عازفون من فرنسا وهولندا وإسبانيا جاءوا لتقديم عروض هنا. الوضع الأمني والانتعاش الثقافي الذي تشهده الموصل عقب تحريرها جعلها مدينة شهية ومغرية للمثقفين والعازفين والسياح والرحالة. حفل فرقة أنانا وفرقة ترامبيت، فرقة ترامبيت الهولندية وفرقة أنانا من سهل نينوى. المهرجان هو يعتبر مهرجان فريد من نوعه، لأنه يجمع بين نوعين من الموسيقى، الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية. راح تسمعون موسيقى هي دمج بين الموسيقى الشرقية والغربية. هذا المهرجان وهذه الفرق اللي راح تعزف هي نتاج تدريب لمدة 4 أيام في أحد بيوت اليونسكو. إحنا فرقة موسيقية من 13 عازف، جينا من بغداد بقيادة المايسترو علاء مجيد. انضموا لنا عازفين من هولندا 3 وعازفين من ألمانيا 4 ومن بقية المحافظات، يعني من أربيل، من موصل، من دهوك. فانضموا لنا عازفين لإحياء التراث الموصلي. عندنا 3 حفلات، واحدة من ضمنهم الملا عثمان الموصلي، واثنين عندنا الأغاني التراثية الموصلية. ويصر المشاركون في هذه الأنشطة الثقافية على إعادة الألوان الحقيقية لأم الربيعين والتي فرض الرمادي سطوته عليها لأعوام، فيما تبقى رسائل الحياة هي الهدف الأسمى لكل ما تقدم. اليوم إحنا مشاركتنا كفرقة نينا من بغداد. فرقة نينا هي خاصة باللون السرياني والآثوري. شاركنا بهذا المهرجان حتى نقدم للناس هذا اللون الخاص بينا ونوصل للعالم أنه إحنا موجودين هنا وعندنا تراث واللي هو قديم جدا ومن الأصل. فغايتنا هي كانت هاي، أنه نوصل رسالة للعالم أنه إحنا موجودين وهذا اللون موجود وحي بعد حي. فرقة نينا، كلمة نينا معناتها هي مشتقة من كلمة أورنينا، تعني إله الموسيقى بالبابلية. نحن كأهالي الموصل أو نحضر الإيفنتات اللي يصير بالموصل الموسيقية ولا الفنية، تبعث صورة حلوة عن الموصل وتعكس صورة إيجابية. يعني هذه الأحداث الموسيقية اللي تصير داخل المدينة هي تنطي ثقافة الفنون لهذه المدينة، لأن هي بالأصل كانت موجودة ولكن فقدناها في فترة داعش والآن عادت من جديد، وهذا الشيء ينطينا انطباع كلش إيجابي نحن كأهالي الموصل. لبرنامج نسمات زاغروس، محمد طلال، الموصل.